بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حياكم الله حضورنا الكريم في ختام برنامج إعداد مدرب، واللي نتمنى من الله أن قدرنا أن نفيدكم ولو بالشيء القليل، وعرفتوا أساسيات الإلقاء والتأثير، ومنها بإذن الله تنطلقون كلا في مجاله. الحمد لله أنه وفقنا في تطبيق هذا البرنامج مع جمعية المهندسين الكويتية، وكان تعاون جداً جميل بين الإدارة التنمية الأسرية وجمعية المهندسين الكويتية، وبصراحة ما قصرت الجمعية وكانت جداً حريصة على أنها تهتم بأعضائها وتعلمهم، لأن مثل ما احنا عارفين أن العلم ما له حد وما يوقف عند حد معين، مثل ما قال رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام: لا يزال الرجل عالماً ما طلب العلم، فإن ظن أنه قد علم فقد جهل. مثل ما قال الشافعي: العلم مغرس كل فخر فافتخر، واحذر يفوتك فخر ذاك المغرس، فلعل يوما إن حضرت مجلس كنت الرئيس وفخر ذاك المجلس. إدارة التنمية الأسرية دائما تسعى أنها تنمي تنشر الوعي والثقافة لجميع فئات المجتمع وبدون مقابل، لأن اللي يهمها الجانب المعنوي النفسي أكثر من المادي، خصوصاً إنها جهة حكومية. فبرنامج إعداد مدرب أحد هذه البرامج اللي تقدمها إدارة التنمية الأسرية، واللي تهدف لتنمية مهارات المشاركين في الإلقاء والتقديم والتواصل الفعال مع الجمهور. نبتدي تكريمنا في كلمة من رئيس جمعية المهندسين الكويتية المهندس فيصل عطل، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية أرحب فيكم وأرحب بالأخوات من إدارة التنمية الأسرية وزارة الأوقاف، وكذلك بالمحاضرين والمحكمين والأخوة اللي يعني حضروا هذه الدورة. لا شك أن إقامة مثل هذه الدورات في جمعية المهندسين الكويتية منذ أن نشأت في عام 1962 ومجالس الإدارة متعاقبة وحريصة على تنمية المهندس والمهنة وكذلك خدمة المجتمع. احنا طبعا انشأنا مركز تدريب في عام 2003، لله الحمد يعني توفقنا بإدارة هذا المركز من أخوة أفاضل متطوعين في هذا العمل، وهذا اللي احنا فخورين فيه، العمل التطوعي في جمعية المهندسين الكويتية. طبعا كل ما هو قائم في جمعية المهندسين الكويتية هو قائم على عمل تطوعي بحت من أجل هذا البلد اللي أخذنا منه الكثير. لا شك أن هذه الدورة إعداد مدرب يعني من الدورات المهمة جدا للمهندس وغير المهندس، كذلك في نقل المعرفة وتدريب كل المهندسين وغير المهندسين على أحدث ما وصل إليه العلم، ولكن لابد من التدريب أن يحصل على أسس مهنية معتمدة وكذلك على منهج مدروس. والشكر للأخوة والأخوات في الإدارة على طرحهم هذا البرنامج، يعني لله الحمد البرنامج طرحوه علينا قبلها بيومين، يوم الثلاثاء والاربعاء، وتم عقده يوم الاحد، مشاركه 24 شخص تم انجاز هذا. والشكر طبعا للمحاضرين اللي يعني بادروا في هذا العمل، صراحه ما قصروا. اتمنى انكم استفدتوا من هذا العمل، والشكر موصول للاخوات في الاداره، شكرا لكم. نشكر مهندس فيصل عتل على كلمته، وتتفضل رئيس قسم محافظة العاصمة بالإنابة عن مدير إدارة التنمية الأسرية أستاذة مي العيدان. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معكم مي العبيدان، رئيس قسم إدارة التنمية الأسرية. حضورنا الكريم، بالبداية حبيت أشكركم على حضوركم اليوم في حفل تكريم خريجين برنامج إعداد مدرب، ولكل من ساهم في إنجاح هذا البرنامج من أكاديميين ومدربين. كذلك الشكر الخاص موجه إلى جمعية المهندسين الكويتيين الذي ساهموا في إنجاح هذا البرنامج، ونتمنى أن يستمر هذا التعاون في المستقبل في تنفيذ برامج إدارتنا معكم. شكرا. نشكر أستاذة مي العبيدان على كلمتها، والحين حابين نعرض لكم فيلم قصير قبل التكريم، نذكركم بالورش اللي خذيناها. أحيا خليفة على الدنيا، رسالتي
إن شاء الله تذكرتوا شوي الورش، كل واحد يشاف نفسه. سامحونا إذا سقط سهوا أحد يعني من الصور. نشكر ثاني مرة جمعية المهندسين لأنها سمحت لنا أن نطبق هذا البرنامج، ونشكر الحضور المشاركين على التزامهم وحرصهم على حضور الورش المقدمة، وشكرا للمحاضرين اللي ساهموا في نجاح هذا البرنامج، لولاهم لما قدرنا أن نطبق هذا البرنامج، فشكرا للجميع.